سحر الوجود لميخائيل نعيمي. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. أعجب ما في الناس أنهم أبدا يطلبون عجيبة، فلكم سمعت الأشرار منهم والأتقياء والجهلاء والعلماء يقولون: يا ليت الله يظهر ذاته بعجيبة، إذن لآمن به كل الناس على السواء ولارتدعوا عن الشر. وهم يقصدون بالعجيبة أمرا خارجا عما ألفوه من مظاهر الطبيعة، كأن يقوم ميت من قبره، أو أن تجمد الشمس في قبة الفلك، أو أن يتحول ركام من الجليد إلى جبل من الحديد، أو قطرة ندى إلى لؤلؤة تباع وتشرى في أسواق الكسب والخسارة. فكأن الطبيعة التي نتحسسها في كل لحظة من وجودنا ليست عجيبة كما هي إلا إذا انقلبت إلى غير ما هي. وكأنني وأنا واقف أمامكم لست عجيبة إلا إذا نبت لي جناحان وحلقت بهما فوق رؤوسكم. وكأنكم وأنتم جالسون تجاهي لستم عجائب إلا إذا تحولتم إلى أعمدة من المرمر، أو لبستم قبعة الخفاء فتلاشيتم فجأة في الفضاء. لو أن هاتفا هتف بكم في هذه الساعة، إن على قمة صنين عليقة تلتهب ولا تحترق كالتي رآها موسى، لتمنيتم لو كانت لكم أجنحة تسابق البرق لتبلغوا القمة في طرفة عين، بل لزحفتم على الأرجل إذا تعذرت وسائل النقل، وتكبدتم مشاق الجوع والتعب لتبصروا العليقة، ولقلتم عند مرآها: إن هذه العليقة لعجيبة حقا. وفي مفاوز الجو السحيقة عليقة هائلة ما برحت تلتهب منذ فجر الخليقة، وحتى اليوم لما تحترق. وأنتم لولاها لما كان في عيونكم بصر، وفي عروقكم نبض، وفي مفاصلكم حركة، ولما كان لكم ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون، فمنها النور في نوركم، والحرارة في حرارتكم، والنشاط في نشاطكم، والتمتع بها لا يكلفكم فلسا من فلوسكم، ولا قطرة من دمائكم، ولا ساعة من التعب، ولا عضة من الجوع، لأنها تقطع الأجواء الشاسعة لتسكن بلهيبها المساكن التي تسكنون، والمآكل التي تأكلون، والمشارب التي تشربون، والهواء الذي تتنفسون. فما بالكم لا ترون فيها عجيبة؟ أما عليقة موسى فهي عندكم العجيبة العجيبة. إنما الكون كله ما تبصرون منه وما لا تبصرون عليقة تلتهب ولا تحترق، لهيبها يذكي الحياة في جسدها، وجسدها يذكي الحياة في لهيبها، فلا ذاك ينطفئ ولا هذا يترمد، وإنما كل واحد منكم تلك العليقة. عرفتم ذلك أم جهلتموه؟ فإذا ما ترمد أمل من آمالكم، أو حلم من أحلامكم، أو شهوة من شهواتكم، أو عمل من أعمالكم، أو فكر من أفكاركم، فاعلموا أن النار التي التهمت ما كانت في ذلك الموقد الإلهي الذي لا يترمد فيه شيء، بل من مواقد أوهامكم،
التي لا تنفك تظهركم لأنفسكم كما لو كنتم من الكون بمكان الطالب من المطلوب، فكأنما الكون متاع تتسابقون إلى الاستمتاع به. أفلا ذكرتم أنكم أبدا مطلوبون مثلما أنتم طالبون، ومسلوبون مثلما أنتم سالبون، ومأكولون مثلما أنتم آكلون؟ فالذي تطلبونه يطلبكم، والذي تسلبونه يسلبكم، والذي تأكلونه يأكلكم. أنتم المائدة وما عليها، وأنتم الجالسون إليها. فإذا ما شعرتم بطعم الرمال في أفواهكم فلأنكم ما أكلتم غير ما ترمد من أنفسكم، وأنتم تحسبونكم آكلين ما ليس منكم، لا بخمر ولا بخل، ولأنكم جهلتم أو تجاهلتم أنكم والكون وحدة لا تتجزأ. فما كان الكون طعاما لكم إلا لتكونوا طعاما له، ولا كانت روحه روحكم إلا لتكون روحكم روحه، ولا جسده جسدكم إلا ليكون جسدكم جسده. ولو أنكم اتحدتم به مثل اتحاده بكم لكنتم في نشوة دائمة من سحر الوجود، ولما صحوتم من نشوتكم تلك لتنتشوا بخمور الضغائن والأحقاد والمطامع والمخازي والسعايات والنكايات، وتفريق ما جمعته الحياة، وتخريب ما عمرته يد الله. إنني لتمر بي حالات أستغفر فيها التراب كلما وطئت التراب، مخافة أن أنسى أنني من التراب، وأن فيه من العجائب مثل ما فيه، وأتحاشى جهد استطاعتي أن أدوس نملة، لأنني لا أفهم النملة، وليس في قدرتي إن أنا سحقتها أن أعوض عنها بعجيبة مثلها. ولكم مددت يدي لأقطف زهرة في الحقل فجمدت يدي، ولكم رأيتني أنتقل من زهرة إلى زهرة وكأنني أنتقل من حبيب إلى حبيب، وأمشي من شجرة إلى شجرة وكأنني أمشي من جنة إلى جنة. ولكم خجلت من عيني ترتد عن خليقة من الخلائق التي يكره منظرها الناس، فرددتها إليها لتسكر بما فيها من عجيب الحركة والتركيب والمعاني. ولكم شجبت أذني لنفورها من أصوات البوم والغربان حتى علمتها أن تثمل بما في هذه الأصوات من غريب الأوزان والألحان. ولكم أنبت نفسي وجلدتها لأنها انخدعت بأباطيل الناس ففرقت بين أجناسهم ولغاتهم وأديانهم، وفضلت جنسا على جنس، وآثرت لغة على لغة، وأكبرت دينا واحتقرت دينا. هذا أسود البشرة وذاك أبيضها، فما الفرق؟ كلاهما ذو بشرة، إنما البشرة هي العجيبة، والسواد والبياض هما العجيبة. هذا يصلي في مسجد أو في خلوة، وذاك في كنيسة أو في كنيس، فأين الفرق؟ كلاهما يصلي، إنما الصلاة هي العجيبة. عجيب هو الكون وكل ما فيه، وأعجب ما فيه روحه المتجسدة في كل شيء وما هي بالشيء،
وعجيب هو الإنسان بكل ما فيه، وأعجب ما فيه أنه ما يفتأ يطلب زيادة على ما هو فيه، كأنه قد فرغ من فهم كل ما حواليه وما بين يديه، وكأنه قد عصر من الكون خلاصته، وإذا لم يجد أكوانا جديدة يعصر منها خلاصات جديدة أخذته السآمة، فراح يفتش عن سلوى يستعين بها على تبديد سآمته. وبماذا يتسلى الإنسان؟ إنه ليتسلى بكل ما من شأنه أن ينسيه أنه عجيبة في عالم كل ما فيه عجيب، يتسلى بتقسيم ذاته التي لا تتقسم، وتجزئة الأرض التي لا تتجزأ، وتفرقة الخليقة المجموعة كلها في قلب الخالق، وابتداع نظم ليست من نظام الله في شيء، ثم بقتل الروح والجسد في سبيل المحافظة على ما قسم وجزأ وفرق ونظم، فهو من الموت في سكرة دائمة، والغريب أنه يحسبها سكرة الحياة. أما ترونه في الحرب لا يسكر إلا بالدماء المهدورة والأمعاء المقطعة والأشلاء المبعثرة؟ ولو أنه يسكر بها تلك الدماء تجري حياة عجيبة في عروق عجيبة، وبتلك الأمعاء تتناول الغذاء فتحوله دماء، وبهذه الأشلاء تمشي أجسادا بشرية تحت السماء، آخذة نصيبها من خيرات الأرض، ومؤدية ما عليها للأرض لما عرف الحروب وويلات الحروب. أوما ترونه في السلم يسكر بانتزاع اللقمة من فم أخيه والقميص عن بدن جاره، وإن يك في تخمة من الطعام والكساء؟ ولو أنه تعلم كيف يسكر بلقمة يمنعها عن فمه ليضعها في فم أخيه حتى وإن عزت اللقمة، وبقميص ينتزعه عن بدنه ليستر به بدن جاره حتى وإن لم يكن غير قميص واحد، لما غص يوما بلقمة، ولا خاف يوما عار العري، ولما سهى عن باله أن الأرض السخية والسماء الرؤوم تجودان أبدا بما يفيض عن حاجته وحاجة أخيه وجاره. فيا ويله، حربه حرب وسلمه حرب كذلك. لا، ما نسيت أن الناس يتسلون بغير التقتيل والتدمير والتهافت على ما يلذ البطن ويهلكه ويقر العين ويعميها ويطرب الأذن ويصمها. ما نسيت علومهم وفنونهم ولا معاهدهم الخيرية ولا مشروعاتهم التي يدعونها إنسانية ولا مؤسساتهم الدينية، لكنني قلما رأيت الشاربين من خمورها يسكرون بغير الموت. أفلا معهد واحد يعلمهم كيف يسكرون بالحياة؟ أفلا كيمياء تزيل ما بهم من صدأ الحس وتعيدهم مرآة عجيبة صافية تعكس الكون صافيا فيهم وعجيبة؟ أفلا من يعتقهم من كابوس الفنون التي ترى نصف الحياة جمالا ونصفها الآخر شناعة؟ أفلا دين يفكهم من سحر اللحود ليسحرهم بسحر الوجود؟
علام يقتتل الناس ومما يتذمرون، إنهم ليقتتلون على الرماد الذي في مواقد أوهامهم، رماد الثروة والشهرة والسلطة، رماد الأحساب البالية والأنساب الجوف والوطنيات الزائفة، ثم يتذمرون من الرماد في عيونهم وفي أنوفهم وفي جيوبهم وفي أسرتهم وفي معابدهم ومعاهدهم. وكيف لمن يحرق قلبه في أتون الشهوات أن يبصر لقلبه بقية غير الرماد؟ كيف لمن يمشي على رماد قلبه أن يجني من أيامه ولياليه غير الرماد؟ كيف لمن ترمدت لياليه وأيامه أن يفترش ويلتحف غير الرماد؟ أم كيف لمن فراشه رماد ولحافه رماد أن يسكر بسحر هذا الوجود الذي يلتهب أبدا ولا يترمد؟ ولماذا لا يترمد الوجود؟ لأنه يحيا بكل ما فيه لكل ما فيه، فهو حي بالبعوضة مثلما هو حي بالأسد، وهو كله للبعوضة مثلما هو كله للأسد، وهو يلتهب ولا يحترق، لأن ناره وقيده ووقيده ناره. تأكل الأرض بنيها ويأكلها بنوها، فلا هي بالثكلى ولا هم باليتامى، وتزدرد الفصول الفصول، وتبقى الفصول كما هي، وتدور الشمس على محورها موزعة نارها على الأكوان، فلا محورها يبرى ولا نارها تخبو. ها هو ذا السر الذي منه كل سر، سر الواحد الذي لا يتجزأ، ها هو ذا السحر الذي ما فوقه سحر، سحر الانعتاق من الذات التي تريد الاستئثار بكل شيء وهي لا شيء، والتلاشي في الذات التي لا تستأثر بشيء لأنها كل شيء، سحر التطهير من رماد الفردية المحصورة للاشتعال بنار الكلية الشاملة، سحر المحبة التي تقدم المحب قربانا للمحبوب والمحبوب قربانا للمحب، فلا هي تفنى ولا قربانها يفنى. وهذا السر إن عرفتموه كنتم في غنى عن المدارس وشهادات المدارس، وهذا السحر إن ثملتم به كنتم في حل من سحر الرماد، وكان طعم الوجود في أفواهكم شهدا، وكانت رائحته في أنوفكم نَدًّا.